قم بأنه وابتداء من يوم الأحد 27 من شهر 10 سنة 2019 راديو دبنج حيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650 وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550 وكرر 19 بزبزب مقدارها 15550 25 بزبزب مقدارها 11 راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 8 من شهر 11 سنة 2019 بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وفاة 3 أشخاص بمرض الملاريا وإصابة المئات بغرب دارفور وارتفاع حالات الإصابة بالحمى النزفية بولايتي كسلا والبحر الأحمر. الجبهة الثورية والحكومة يتفقان على تعيين ولاة مدنيين مؤقتا ووزير الداخلية يلغي الشرطة الشعبية والمجتمعية.